ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على النصائح الخاصة بشهر اغسطس لاصحاب برج الثور. اصحاب برج الثور عندكم بعض النصائح المهمة جدا جدا اللي المفروض ان احنا نمسك فيها، يعني نحاول ان احنا ناخد منها المفيد ونعمله. عندكم اول نصيحة هقولها لاصحاب برج الثور، ياريت ان احنا نكون كلامنا واخدين بالنا منه كويس جدا، كلامنا ما يكونش يزعل الطرف الاخر. الطرف الاخر اللي هو عمليا او في عاطفيا او في الامور الحياتية، اصدقاء مقربين. هنغلط شوية في طريقة كلامنا، في اسلوبنا، ممكن نقول كلام جارح. يا ريت نخلي بالنا كويس جدا جدا من الالفاظ، او مش الالفاظ، ما اقصدش الالفاظ، اقصد الكلام الجارح اللي هو ممكن انا اتكلم في حاجة واقول لشخص قدامي طب ما انت عملت كذا كذا، وممكن الحاجة دي تجرحه جدا، وانتوا بتبقوا مش قاصدين، بس يا ريت ان احنا نخلي بالنا، لان هيكون في شوية جدل وصراع او يعني مشاحنات بسبب موضوع زي كده في شهر اغسطس. فياريت ان احنا نخلي بالنا كويس جدا جدا من الطريقة بتاعت الكلام، ونركز شوية جدا او نركز في الكلام اللي احنا بنقوله. دي اول نصيحة لاصحاب برج الثور. تاني نصيحة، انتوا عندكم بتدخلوا نفسكم في حاجات شوية بتكون مجهود عليكم اكتر، بتكون عليكم لود اكتر، فياريت ان احنا ما نعملش ده في نفسنا، او ما نتعبش نفسنا في حاجة ما فيهاش مقابل، ما فيهاش جبران خاطر. احنا ممكن في مننا من اصحاب برج الثور بيكمل في علاقة عشان هو حب اللي قدامه جدا، لكن متأثر نفسيا بطريقة سلبية، ان اللي قدامه بيتعامل معاه باسلوب غلط نهائي. فياريت ان احنا يكون في عندنا نوع من التفاهم، نتكلم في ده، نقول ان انتم بتضايقونا بسبب كذا كذا، طب تعالوا نغير من نفسنا، ما تغيرناش، ننهي العلاقة، الدنيا ما بتقفش. اصحاب برج الثور، انتم عندكم في فرص كتير قوي قوي للارتباط، فما نخليش نكمل في علاقة عاطفية تكون اساسها وجع ومكملين. فلو احنا نعرف ننهي تمام، معرفناش ننهي نحاول نتفاهم، نحاول نصلح، نشوف اي طريقة نصلح. احنا اكيد ادرى بالطريقة الشخص اللي قدامنا، فنعرف ان احنا نتعامل معاه ازاي. دي كانت النصيحة التانية، ونصيحة مهمة جدا. اما النصيحة التالتة لاصحاب برج الثور لتقل اهمية، وهي ان عندنا بعض القرارات الكتير الغلط اللي ممكن نقع فيها، زي في العمل، اللي داخل على مشروع جديد، اللي داخل على مشاركة، يعني هيشارك شخص او هيشارك حد، فالمشاركة دي اساسها غلط تماما لاصحاب برج الثور، بدون ما نعرف ان هيكون فيها ارباح ولا لا، احنا حقنا ايه فيها، مضمونة ولا مش مضمونة، لازم يكون في دراسة. اصحاب برج الثور عندكم انتم النوع اللي بتدرسوا الدنيا جدا، بتدرسوا الحالة جدا جدا، بتدرسوا المشروع جداً جدا. لكن عندكم في شهر اغسطس ممكن تكونوا مطمئنين للشخص، الله اعلم، بس داخلين بدون وعي شوية او بدون تفكير في الموضوع، وده هيكون هيسبب لكم بعض من الخسائر لو دخلنا فيها. فلو دخلنا فيها هنسبب لينا خسائر بقولها، لكن عندنا ده في المقابل، لكن عندنا شهر رائع جدا، في امتيازات قوية جدا جدا، فخلينا نفكر في الامتيازات والفرص، وممكن نعمل مشروع خاص بينا احنا لنفسنا، مش شراكة مع حد، مش في ورق وامضاءات. نخلي بالنا من الاوراق ومن الامضاءات، وان احنا نختم على حاجه او نمضي على حاجه لازم نقرا كويس وندرس كويس جدا جدا، نكون واعيين جدا جدا جدا. دي النصيحه الثالثه لاصحاب برج الثور. اما النصيحه الاخيره لاصحاب برج الثور مهمه جدا جدا، انتم محتاجين حاجه تكون تحاول تسعدكم، تحاول انها تغير منكم، حاجه فيها انطلاق شويه، حاجه تكون مش من طبيعه اصحاب برج الثور. عايزين تنطلقوا، عايزين خروجه، عايزين فسحه تكون حلوه، تبقى وقت يكون ممتع او وقت راحة، بس راحة تكون ممتعة برضو، يعني مش راحة كلها نوم، لا، راحة يعني اشيل دماغي من الشغل والهم ووجع الدماغ، وابدأ ان انا ارتاح، افكر في حاجة تانية، اخرج اتفسح، اشوف ناس بحبها، اشوف ناس بتحبني، الحكاية او الوضع ده هيكون افضل بكتير جدا ليا، ان انا اشحن الطاقة الايجابية واعلي من الصحة النفسية. كمان من اصحاب برج الثور تعتبر يعني من ضمن النقطة دي، عندنا موهبة نحاول نستغلها، نحاول ندخل في حاجة موهبتنا، حاجة تشدنا ليها، حاجة تكون يعني اللي عنده موهبة وبيلعب على أساسها ان هو يعلي منها، فدي حاجة بتسعده جدا جدا، حتى لو الموهبة دي حاجة مش قوية جدا او حاجة مش معروفة، فان حد يمارس الموهبة بتاعته فدي حاجة بتكون قوية جدا، بتعلي قوي قوي من السعادة، من مؤشر السعادة عنده.
كمان اللي بيبقى عنده جسمه شويه مليان او حاجه زي كده، حاولوا ان انتوا تخسسوا نفسكم، تلعبوا جيم، تعملوا حاجات رياضيه، اكل غذائي يكون نظام ماشي على نظام صحي معين، كل ده هيفيدكم كتير جدا. عايزين نشحن نفسنا بالطاقه الايجابيه والصحه النفسيه عندنا تعلى، عشان هيفيدنا كتير وهيخلينا نشوف كل ما نلاقينا في تحسن، كل ما هنلاقي ان احنا بنعرف نستغل الفرص جدا جدا. اصحاب برج السور، دي كانت نصائح النهارده لاصحاب لشهر اغسطس. بتمنى ان انا اكون فدتكم طبعا، وبتمنى ان انا اكون ما طولتش عليكم. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.